سجلنا وهي نرجع شير سكرين. نرجع نكمل على موضوعنا اللي هو One Dimensional Array. خلينا نروح على النت بينز. أنا مش مشغل النت بينز تمام، وبدأ أفتح مشروع المرة الماضية. هاي بعطي شوية وقت لجهازي. هاي اشتغلت النت بينز. المرة الماضية احنا عملنا مشروع، عشان أفتح مشروعي طبعا فايل Open Project، فايل Open Project هذا أخذته يعني في مبادئ البرمجة المفروض، وبتروح على الفولدر اللي فيها شغلك. احنا فولدرنا اللي هي 2021 قلت اشوف انا هي 2021 على سكيلز او عفوا اوبجكت اورينتد. احنا سكشن 1 المره الماضيه خزناه بفولدر اكزامبلز، خزناه اسمه ليسن 1 1 دايمنشنال اري. هاي المشروع، لاحظ المشروع دائما بدك تفتح لازم ايش يكون جنبه الشعار فنجان القهوه انه هذا بروجكت. هيك بنفتح المشروع. في ناس بقول لي بروح على الفايل وبكبس دبل كليك، غلط، لانه مشروع الجافا بالعاده مش فايل واحد. لما نبلش قدام بالاوبجكت اورينتد بصير مشروعي عده فايلات، فبدي افتح الفولدر اللي بتحتضنه انا مش الفايل واحد. فاحنا المره الماضيه للتذكير ورجيناكم كيف يعني نعرف اري، كيف نطبع اري، وعملناها باسلوب ذكي اللي هو استخدمنا مين؟ الميثودز. استخدمنا ايش؟ الميثودز. تمام. طيب عشان التذكير، او خلينا اكمل مباشره، يعني هلا احنا اتفقنا هاي عشان تشوفوا انتم معي. هاي خلينا افتح الاكسل شيت هون واحط هذه هون مساحه شوي هيك، هي ازيح الزوم لهون. المره الماضيه حكينا كيف انت بتتخيل الفاريبل. الفاريبل عنوان في الذاكره بيحمل كم قيمه يا شباب؟ واحده. الاري هي عنوان في الذاكره يؤشر مش على قيمه واحده، على عده قيم قد ما انت بتحجز. مثلا هنا دبل اي ار ار 5 يعني عندي 5 مواقع، قلت له 10 عندي 10 مواقع. فإحنا المرة الماضية تعرفنا كيف نحجز الري، كيف نعبي الري. اليوم بدي أكمل معاكم كيف بدي أطبع الري. تعالوا نشوف مع بعض. ها هلا بدي أكتب كود، مثلا خلينا في المين، خلينا في المين عشان اليوم كمان أراجع معاكم الميثودز وأرجيك شو ميزة الميثودز. هلا أنا نفرض إنه عندي الري هي حجزتها 5، ونفرض إنها معباية. هلا يعني بالتسلسل احجز الري، هي أول سطر حجزناها، بعطيك بين مبدأي صفار، بعدين بستدعي ميثود اسمها fill array بيعبي الاري. بعدين هلا بدي اعمل كود يطبع الاري. هلا دائما القاعده الذهبيه لما بتتعامل مع one dimensional array ككل، اذا بتتعامل مع خليه واحده في one dimensional array، يعني مثلا بدي اطبع خليه من الاري، مثلا الموقع الاول system اي system dot out dot print line، بطبع اول خليه من الاري، شو بدي اقول له؟ بقول له ARR هيك. هلا اذا بحكي هيك غلط مباشره، ليش؟ لانه لما تيجي تحكي للكمبيوتر اطبع الاي ار ار، مين بالضبط من الاي ار ار؟ الاي ار ار هاي الاريه تبعتي فيها 5 قيم، اني وحده من الخمسه؟ واحد بيقول لي انا قصدي كلهم. انت كبني ادم ذكي، الكمبيوتر مش ذكي. اذا الكمبيوتر خيرته بوقف، بعطيك غلط، بعطيك ربش داتا، هاي راح اعطيني ربش داتا. تمام؟ هلا اذا تطبع الخليه الاولى بدك تحكي له مثلا اي ار ار اوف مين؟ وفي الزيرو. واحد بيقول لي اكتب واحد، الواحد اللي هو الخلية رقم كم؟ 2. فاحنا ما بدنا هيك، ولا مثلا انا بدي اصير احدد خلية اولى ثانية ثالثة، هيك بقدر اتعامل مع خلية خلية. قال لي واحد طب اسمع بقول لي بدي اطبع كل الاري. لما اجمالا بدك تتعامل مع كل الاري، حكينا الذكاء تعمل فور لوب، دائما الاري ككل بدك تتعامل معها تعمل فور لوب. فور انت الاي بتبلش من اول موقع في الاري اللي هو صفر لحد اخر موقع في الاري. فواحد بيجي بيحكي لي لحد الاي اقل من في واحد بيحكي لي اقل من 5، بصير. بس حكينا مشكله هاي ايش يا شباب؟ حكينا اذا ثبت اللينث بصير كل ما اكبر حجم الاري لازم اعدل على كود اللوب. قلنا الذكاء بدل ما تضلك تكبر حجم الاري وحجم اللوب، لا اكتب arr dot ايش dot length. arr dot length ايش معناها؟ يعني امشي خلي الاي تمشي من موقع صفر لحد حجم الاري ناقص واحد، هاي ضمنيا لانه ما في مساواه. يعني حجم الاري 5 لحد 4 راح امشي، حجم الاري 100 لحد 99 وهكذا. الاي بلس بلس والواحد اوكي. هلا بقول له باللوب اطبع لي مثلا الاي، هون صرت احكي له اطبع الاي ار ار في الموقع الاي، فعند اول لفه صفر بعدين واحد بعدين 2 3 4 5 لحد عفوا 4 بيكون طبعت كل الاري. طبعا من ناحيه جماليه انا بحب هيك، مثلا بحب انا دائما احط للفور لوب بيجن اند، مع انه يطبع لها سطر واحد. من ناحيه جماليه راح اطبع انا مثلا كتوضيح، مثلا بدي احكي له اول شيء اطبع لي كلمه اي ار ار براكت ثابته، بعدين بلس الاي
كفاريبل، يعني عشان لما انا اطبع نشوف مين الخليه اللي بطبعها قاعد. وهون براكت ونقطتين فوق بعض، وهي سكرت الدبل كوتيشن وادمج لها قيمه الحد. هلا هاي الرساله التوضيحيه على اساس لما نيجي نطبع الاري نطبع للاي ار ار اوف الزيرو هل قد قيمتها، الاي ار ار اوف الواحد وهل قد قيمتها. هلا سويت كود وضعت الاري، فبقول لي واحد ورجيني تعالوا شوفوا معي كيف بده يصير. هاي اف 6، هاي عملت اف 6، بلش برنامجي حجز اري من خمس قنوات كلهم صفار، بعدين استدعى الميثود اللي اسمها في الاري، عبيت القيم كالتالي، ها طلع مثلا هاي 10 هاي 20 هاي 30 هاي 40 عند اندكس 4. واحد بيقول لي هذا رابع عنصر، لا هذا خامس عنصر من 0 ل 4 5، فهذا هاي 50 هاي عبيتها. هلا هون عبيتها بس انتر، رجع بعد منها شو طبع لي؟ قال لي انت عبيت 10 20 30 40 50، هاي طبعت لك اياها. بلشت اي ار ار اوف الزيرو مخزن فيها 10.0 20 30 40 50، هيني طبعت الاري ككل. القاعده الذهبيه الاولى لما بدك تتعامل مع الاري ككل ايش بتعملها؟ دائما لوب يمشي من اول اندكس لايش؟ لاخر اندكس. اذا بدك تتعامل عنصر عنصر خلاص بتحكي اسم الاري بالاندكس الفلاني. طيب هلا حكينا هذا الحل صح؟ نعم صح. الذكاء انه ايش اعمل؟ اعمل ميثودز. ليش؟ اول فائده نمبر 1 التنظيم، يعني ما اجمع كل الكود في بلوك واحد ضمن بيجن واند وحده اللي هي تبعت المين، لا انه اجزئه على اساس لقدام دائما البرامج بتكتبها بعدين بترجع ايش تسوي؟ ترجع انك شو اسمه تعملها مينتننس. تمام. انتوا قاعدين تبعتوا لي على الشات الاسماء يا شباب الحضور الغياب راح اخذه بنهايه المحاضره عادي ما في اشكال. طيب هلا هون طلعوا ضل معي بقول لي واحد هذا الحل صح؟ نعم صح. بقول لي في حل أذكى من هيك؟ هلا دورجيك ليش الذكاء. أول إشي التنظيم، إنه بدل ما أحط الكود هيك خلطة بيطة كله مع بعض وعادة تحذر وين كودي، لا بجزئه بمقاطع، بصير أحكي المقطع الفلاني مسؤول عن هاي الشغلة، المقطع الفلاني مسؤول عن هاي الشغلة. فنمبر ون الفائدة الأولى التنظيم. ثاني فائدة إعادة الاستخدام. واحد بقول لي كيف يعني إعادة الاستخدام؟ يعني طلع كل بساطة هلا الكود هي ضمن بيجن وإند المين، الكود ضمن بيجن وإند مين المين. قول لي واحد هذا الكود تبع الطباعة بديش إياه بالمين، بدي أحطه في ميثود. أطلع شو بدي أسوي. أبدأ أجي أحط الميثود مثلا هاي هون، أنا بحب دائما أكتب الميثود الجديدة تحت المين مباشرة، بقدر أكتبها تحت الفيل أري عادي ما بتفرق، أو فوق المين عادي، بس المهم ضمن بيجن وإند مين الكلاس، يعني الكلاس بلش من هون وين انتهى؟ انتهى هون، ممنوع أكتب هون برا، دائما الكود كله ضمن بيجن وإند الكلاس. وممنوع ميثود يعني تو ميثودز يتقاطعوا في البيجن والاند، يعني ممنوع تكتب ميثود جوا ميثود، يعني ممنوع اكتب هون ضمن البيجن والاند تبعت هاي الميثود او اي ميثود ثانيه اكتب ميثود داخليه فيها، كل ميثود لها كودها الخاص. فمثلا انا بحب اجي اكتب اخر ميثود مثلا نكتبها او خليها اقول لكم ها هاي تحت بعض ما بفرقش الترتيب هاي هون بحطها. هلا هون بعمل ميثود بقول بابليك، يعني كل ملفات مشروعي بتقدر تستخدمها بابليك، مش بس الملف الحالي اللي انا فيه. هلا مشروعي عشان نبلش نوضح شوي شوي، هلا مشروع يتكون من فايل واحد هيو اسمه listen1 one dimensional array. لقدام راح يصير عندي ملفين او ثلاثه او اربعه او 10 او 100. هلا شو معنى كلمه public؟ public يعني الملفات المشروع الثانيه بتقدر تعمل تستدعي هاي الميثود بتقدر تستخدمها. بما اني في المين دائما كل ميثود المين بتكون static، لقدام بشرح لكم شو معنى static. بس مبدئيا شو معنى static؟ يعني هذا من اول ما يتنفذ البرنامج لحظه استدعائه بتحمل في الرام، وما بيتم تفريغه من الرام الا لما ايش ينتهي البرنامج، او بيتم حجزه في الرام فقط لمره واحده. واحد بيقول لي كيف يعني مره واحده؟ يعني انا ممكن انشئ مثلا كلاس بنسميه، هذا الكلاس بعمل منه انستنس، يعني بعمل فايل اخزن فيه معلومات الطالب، بقدر انشئ منه مش بس طالب واحد، ممكن بنفس يعني الوقت اكون منشئ طالب طالبين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. هدول الكلاسات. هلا استاتيك معناته بتقدرش تحجز الا كم طالب بنفس اللحظه او خلال الرن للبرنامج طالب واحد، هذا معنى كلمه استاتيك مبدئيا، راح تشوفوها لقدام. طيب بقول واحد اوكي، اذا حدا عنده سؤال يا شباب يفتح المايك ويسال اذا حدا عنده سؤال. void ما بدي ترجع ولا شيء للميموري، بدي اسميها برنت اري. دائما انا بحب اعطي اسم الميثود الها معنى. هلا بحط قوسين عمدا انا تركتهم فارغات عشان تشوفوا انتم معي. هلا هون عملت مقطع كود اسمه برنت اري، ما بستقبل ولا شيء وبرجعش ولا شيء. يا احمد اسال دكتور بس صوت بيقطع.
طيب هلا احنا هاي الصوت بيقطع، انا ما اعطانيش وورنينج على الواي فاي، بجوز يكون عندك انترنت ضعيفه. اذا طلعت لك يا دكتور ما بيقطع، ما معناته من عندك احمد، لانه انا اذا الصوت قطع من عندي بيكون بيعطيني مسج بيقول لي الانترنت كونكشن از نوت ستيبل. انا ما اعطاني هاي الرساله، بيكون عندك انت بجوز واقف بمنطقه فيش فيها ارسال او النت عندك ضعف. على كل احنا عملنا مقطع كود اسمه برنت اري، بيستقبلش ولا شيء وبرجعش ولا شيء. بقول لواحد طيب هلا هذا حطيته من ناحيه تنظيميه نمبر 1، كيف يعني من ناحيه تنظيميه؟ بدل ما كل الكود مجمع ضمن بيجن واند المين، اجيت اخذت هاي اللي هي كود طباعه الاري، كنترول اكس كت من هون شلته، ها شيله من هون. هلا طلع شو بده يصير، بدي احكي هذا الكود بدي احطه هون. يعني لاحظ برنامجي صرت اجزئه، هاي الكود تبع مين؟ القراءه. هاي الكود تبع مين؟ تبع الطباعه. بس لاحظ ملاحظه، اعترضت الجافا صارت تقول لي كهذا المقطع من البيجن والانت تبعت هذا المقطع في عندك اي ار ار، هاي does not exist، فيش عندي في هذا الكود فاريبل اسمه اي ار ار، مش معرف لي فاريبل. واحد بيقول لي ليش؟ بقول له لانه احنا عرفنا الاري ضمن بيجن واند مين؟ المين، فما حدا بشوفها الا المين. اذا بميثود ثاني تشوفها يا بعرفها جوا هذيك الميثود او ببعتها من المين للميثود. طيب كيف ببعتها للميثود؟ الطريقه الاصح مش اروح اعرفها في الميثود، اذا عرفتها في الميثود خلاص مجرد ما انتهت هاي الميثود بتروح للاري. انا بدي اياها تتعرف في المين، لانه المين بضله على طول برنامج شغال مهما استدعيت ميثود ثانيه، الكل بيقدر يضل يشوف هاي الاري بحيث انه امررها من المين لايش؟ للميثود. وهنا راح اقول له انت راح تستقبل دبل اي ار ار، وهاي الاي ار ار مش فاريبل، هاي ايش؟ اري. يعني لما يتم استدعائك يا مقطع برنت اري راح يتم تزويدك بالاري زي ما اجتك من اللي زودك فيها، كمل عليها زي ما اجتك من اللي زودك فيها كمل هون. فلاحظ لا بطل يعترض لانه صار يحكي لك ضمنيا راح تجيني الاري وانا بطبعها. طب بقول له واحد طب اسمع عملت اف 6، بقول له قال لي دخلت هي 1 2 3 4 هي 5 بس انتر، ليش ما طبعها قبل شوي كان يطبعها؟ بقول له مقطع الكود انت حتى لو كتبته لا ينفذ الا اذا ايش؟ استدعيته. تمام. فانا شو بدي اسوي؟ هي حجزت الاري هون، بعدين استدعيت في الاري، فبروح بعبي لي الاري اللي خلاني اعبيها. بعد ما عبيت في الاري برجع عند المين هون، شو لقى بعدها؟ انت تبعت المين، انت تبعت المين يعني انتهى برنامجي. هلا عشان اطبع الاري بقول له بعد ما تستدعي برنت اري، بعد ما تعمل عفوا في الاري استدعي برنت اري، طلع عمل كنترول سبيس كبست انتر. شو صار معنا هاي؟ احجز لي الاري فاضي كلها اصفار، بعدين استدعي لي مقطع الكود اللي بيعبي الاري. بعد ما عبيت الاري رجعت عاود للمين، عاود ارجع استدعي مقطع الكود، استدعي لي مقطع الكود اللي اسمه ايش؟ برنت اري، بروح بطبعها. فلاحظ هاي الستة عشان تشوفوا معي، هاي بلش حجز الاري وبعدين استدعى عبي الاري. فهي اجيت عبيت مثلا 11 12 13 14 هاي 15، بتقدر تعبي اي قيمه بدك اياها. هلا لحد هون انا لسه بتعباي، كبست انتر شو سوى؟ استدعى البرنت اري، طبع لي الاري، بعدين رجع للمين، لا عند المين ايش سوى؟ انتهى. طب تعال اورجيك شغله حلوه. هلا اول ميزه للميثودز انك انت ما حطيت الكود ببلوك واحد، انما شو سويته؟ بلوكات، فهذا تنظيميا احسن. طيب وهي من ناحيه جماليه، يعني عشان تشوفوا معي هي هون سيستم دوت اوت، هاي رساله توضيحيه. مثلا احنا هلا بنعمل مثلا فيل ل فيل اري، يعني هاي استدعينا ميثود فيل اري عشان لما هلا عيد الاستخدام تصير تميز مين الميثود اللي استخدمها. هلا هون مثلا سيستم دوت اوت، سيستم دوت اب، او خلينا على السريع اس وحده، سيستم دوت اب دوت برنت لاين مثلا، هون بحط مثلا هاي اسمها برنت ايش؟ اري. هلا الميزه الاولى اللي حكينا عنها للاري للميثودز عفوا، انك انت بتجزئ الكود لمقاطع فاسهل للاداره والصيانه. يعني لما يقول لي تعال عدل في كود الطباعه، خلص بروح بطلع وين الميثود اللي اسمها برنت اري، هاي الكود فيها، مش زي لما يكونوا كلهم مخلوطين. انت لا تتخيل انه برنامجك راح يكون سطر وسطرين. قلنا برنامجك بيكون مئات الالاف من الاسطر، لما تشتغل على مستوى بزنس كبير بجوز يوصل مليون سطر كود، تحطهم كلهم هيك بلوك واحد راحت عليك. مش راح تقدر تعدل لو طلبوا منك، وتذكر دائما وانت تشتغل الا ينطلب منك صيانه، ويكون عليك غرامات اذا ما سويتها. يعني ممكن كل اللي قبضته ترجع تدفعه، على كل حال. تعالوا شوفوا معي، هلا واحد طب دكتور باثروا على الرامات؟ كثر الميثودز. لا لا سيمو
سيمو سيمو. وفي لسه الاوبجكت اورينتد اذكى، بس اوصل راح احكي عنها هاي لسه. طب تعالوا شوفوا معي هلا، طلع شو بدي اسوي انا. اول شيء عرف الاري اللي واحد ممتاز. بعد ما عرف الاري بدي اجي اقول له هون برنت اري. واحد بيقول لي نعم نعم. الميثود، الميثود هلا طلع شو الميزه تو للميثود الممتازه. الكود كتبته كم مره؟ مره واحده في ميثود اسمها برنت اري، بس استبعيته في المين كم مره؟ مرتين. فبقول له واحد طيب يعني احجز الاري، اطبع لي الاري لحظه حجزها، مش انت حجزتها وخلصت، اطبع لي اياها. بعد ما تطبعها ارجع اقراها، بعد ما تقراها ارجع ايش سوي كمان مره؟ اطبعها. فهلا بقول له واحد طيب، بقول له لو كنت ما بتشتغل ميثودز كود الطباعه بدك تكتبه، اذا بدك تطبع الاري قبل تعبيتها وبعد تعبيتها بدك تضطر تكتب كود الطباعه كم مره يا شباب؟ مرتين. طب اذا كتبته مرتين شو بصير بحجم برنامجي؟ بيكبر. وهذا اصلا اسمه غباء. يعني انا كود كاتبه ليش ارجع اكتبه مره ثانيه؟ واحد بيقول لي هي كوبي وبيست خلص وبتعملها. لا يا حبيبي. طب اذا عدلت بتصير بدك تعدل على كم نسخه؟ نسختين. طب اذا عندك مثلا طباعه خمس مرات من طلب ببرنامجك تطبع الاري كنت كاتبه في المين بدك تعدل كود الطباعه كم مره؟ خمسه. وتذكروا القاعده الذهبيه، مش انت المبرمج الوحيد اللي الله خلقك وبس، الشركات اللي انت بتشتغل فيها راح يكون قبل منك جاي 1000 مبرمج وانت وبعد منك 1000 مبرمج، مش انت اللي مبرمج البرنامج لحالك، في 1000 مبرمج بيشتغل معك. ممنوع واحد يجي يشتغل هيك شغل الهشك بشك احنا بنسميه، حطونه يلا وامشي، حطونه يلا وامشي. اذا بتشتغل زي هيك ما حدا راح يرجع يوظفك، لانه بصير يقول لك هذا بعيد عنكم طور الله برسيمه ما بدناش نشتغل معه. طيب ثواني هي عشان تشوفوا معي هي السكه. لاحظ اول ما بلش قبل ما ادخل شو سوى؟ طبع لي الاري، لانه لاحظت ما حجزتها اخذت الخمس خانات في الاري كلها 0.0، لانه الاري بتاخذش ربش داتا، بتاخذ على الاكيد قيمه مبدئيه للارقام اصفار للاحرف امتي سترينج، امتي كاركتر وامتي سترينج للسترينج والكاركترز، للمنطق فولس. طيب بقول لي واحد اوكي، طيب بدي اعبي الاري، اي بدي اعبي الاري مثلا 11 44 مثلا 55 3 وهي صفر. بس عبيتها رجع ايش سوى؟ طبعا لاحظ الميزه للميثودز انه بتكتب الكود لمره واحده وبتقدر تستدعيه عدة مرات، تقدر تستدعيه ايش؟ عدة مرات. ممتاز. معي لحد هون يا شباب؟ في أسئلة؟ معك دكتور، لا ما في أسئلة. طيب تعال عشان نثبت الميثود. هلا طلع كيف الميثود دائما اللي بدي اياكم تفهموها، الميثود اللي انت بتعملها سواء في الاري برنت اري وات ايفر، دائما الميثود بتفكيرك تستقبل بيانات تقدر تحطها وين؟ بين قوسين. البيانات بدك تستقبلها، يعني زي فاريبل مثلا الاري عرفتها في المين، الميثود الثاني ما بتشوفها الا اذا استقبلتها. وقبل من اسم الاري بتحكي انها بدها ترجع، الميثود بتقدر ترجع فقط قيمه واحده. طيب هلا طلع شو بدي اطلب منك، الصيغه، صيغه الحكي هي اللي بتحكمها. هلا طلع شو بدي اقول لك، بدي تعمل لي، ركز منيح كيف انا بطلب، انا هلا اللي انت بتشتغل عندي، انا صاحب المال، بقول لك بدك تعمل لي برنامج. زي ما بطلب منك اللي بيدفع المصاري صاحب المال بدك تعمل. فش تقول له لا هيك احسن، هو طنجرت معه زي ما بقول، بقول لك حر انا بدي هيك، بدك تمشي زي ما بده، زي ما هو بطلب. اجيت قلت لك انا هاي مثلا نحكي اري رواتب مجازا، نحكي اري ايش؟ رواتب. قلت لك بدي تعمل لي انه ادخل رواتب وتطبع لي اياهم وكذا وكذا، وبدي تعمل لي مثلا خدمه في برنامجي. انا طلع انا بحكي بلغه البشر ما بحكي بلغه الكمبيوتر، لانه انا مثلا صاحب شركه محاسبه، صاحب شركه، صاحب مول، زلمه امي بعرفش شيء. بقول لك بدي بالبرنامج تبعنا تطلع لي قديش مجموع الرواتب. فالطلب كالتالي، انه بدي تعمل لي مقطع كود ميثود تجمع عناصر الاري ومش تطبعه بالميثود، انما ترجعه للمين والمين يطبعه. طلع عجين كيف 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 الميثود، بدي ميثود تجمع عناصر الاري، يعني مش انت دخلت خمس رواتب تجمع لي اياهم ما تطبعهم في الميثود، انما رجعهم للمين يطبعهم. طيب تعالوا ركزوا منيح معي. هلا بدي اجي احكي في عندي ميثود، هاي هون بدي اكتب، ممنوع اكتب برا عندي الكلاس ولا جوا بيجن اند لميثود ثاني. بدي اجي هون بدي اقول في عندي بابليك ستاتيك، هاي ستاتيك بدون فويد. طبعا بالله. هلا هون بدي احط اسم الميثود مثلا سم اري، ايش سميت الميثود؟ سم مش دم، سم اري. تسال حالك التالي، هاي الميثود بدها تستقبل شيء؟ طبعا عشان الميثود تقدر تجمع الاري لازم تكون الاري يا اما معرفه جواتها يا اما معرفه في المين. طب احنا عندنا وين معرفه الاري تبعتي؟ في المين.
فمعناته ما بصير اعرف اري جديده في المثل، لانه اذا عرفت اري جديده ببطل يشوف سبعه المين. فانا بدي من المين الميثود هاي تستقبل الاري تبعتي، فراح اقول له انت راح تستقبل من المين دبل بنسميها اي ار ار، راح تستقبل الاري من وين؟ من المين، مقطع الكود اللي اسمه سم اي ار ار راح يستقبل فاريبل اسمه اي ار ار من نوع اري ويحمل دبلز. طيب حسب ما انا حكيت قلت لك بدي تعمل لي ميثود، بدك تعمل لي ميثود ايش تسوي؟ ترجع للمين المجموع والمين يطبع. فبتحكي اذا الميثود ما بدها ترجع شيء نكتب void، void يعني لا ترجع شيء. طب احنا لا، احنا بدنا اياها ترجع المجموع. طيب سؤال، الكمبيوتر مش ذكي، الكمبيوتر دم. اذا الكمبيوتر بده يرجع المجموع شو بده تكون الداتا تايب تبعته؟ string ولا character ولا integer ولا double ولا boolean؟ ايش برايكم لازم تكون؟ مش حسب الاري، لانه الاري تبعتي كلها دبلز، مجموع الدبل ايش بيكون؟ دبل. بالتالي راح احكي هون في عندي ايش؟ دبل. بقول لي واحد مباشره، لاحظوا انا بكتب زي هيك مباشره الميثود تبعتي معترضه، لاحظ لسه تحت منها احمر هون، دائما الميثود كانت معترضه في البدايه لانه فيش لها بيجن واند. هلا بس عملت بيجن واند لسه في عندي هون احمر. واحد بيقول لي ليش احمر؟ طلع كجابه شو بتقول لي؟ بتقول لي هاي الميثود لازم يكون فيها كلمه ميسنج ايش؟ ريتيرن. لما تحدد للكمبيوتر انه في عندك قيمه بدها ترجع من مقطع الكود هذا، لازم بالكود هذا تكون في عندك كلمه ايش؟ ريتيرن. طب واحد بيقول لي طيب كيف بدي اجمع عناصر الاري؟ كمنطق بشر بدك تصير تمشي الخانه الاولى زائد الخانه الثانيه زائد الثالثه زائد الرابعه زائد الخامسه. الذكاء ايش اسوي؟ طلع شو بدي اسوي؟ بحكي في عندي دبل دبل ثم المجموع ويساوي المجاميع في البدايه ايش بنحطها؟ صفر. المضاريب اللي سلسله المجاميع دائما تبلش تجمع من صفر. المضاريب اذا بدك تضرب ما تصفر المضروب، لانه اذا صفر ضرب اي كله بيطلع صفر. المضروب واحد دكتور، بس 100% واحد ما بياثر على الناس، لانه واحد ضرب اي شيء بضله نفس الشيء اللي انت ضربته فيه، بينما اذا ضربته بصفر صفرت. طيب بدي اجمع كل عناصر الاري، بما اني بحكي كل عناصر الاري شو بدي اعمل؟ فور اي انت الاي، انا بقدر اخذ كوبي وبيست بس عشان اثبت الفكره، فور انت الاي يساوي من صفر من اول موقع في الاري لحد الاي اقل من الـ ARR dot length الـ I++ هذا لوب بيمشي على خانات الـ array. بقدر أحط بجنو end؟ نعم، بس إذا ضمن الكود تبعك راح ينفذ فقط يعني التكرار لسطر واحد، أنت optional لك، يا بتحط بجنو end يا ما بتحطش بجنو end. أنت بقدر ما أحطش بجنو end إذا يتبع للـ for loop أو للـ if statement اللي هم نسميهم control structures. إذا الـ control structure يتبع له سطر واحد تقدر ما تكتب بجنو end. يعني هلا انا شو بحكي له هون؟ سم بلس يساوي الاي ار ار اوف الاي. واحد بيقول لي هاي شو معناها؟ هاي معناها زي كانه بحكي له السم يساوي السم القديم زائد الاي ار ار اوف الاي. هاي الجمله اللي كتبتها هون تعادل هاي الجمله. يعني المجموع في البدايه صفر، شو بحكي له؟ يلا بلش اللوب، ببلش الموقع واحد، بحكي له ضيف على المجموع اللي هو صفر الاي ار ار في الموقع زيرو. فبروح بجيب قيمة الموقع زيرو مثلا كانت 10 وبجمعها على الصفر. فبصير المجموع حاليا 10، بلف اللف الثاني بتصير الاي 1. ضيف على المجموع القديم اللي هو ال 10 قيمة موقع اي ار ار في الواحد، فقيمة اي ار ار في الواحد مثلا 5 نحكي. فبصير 10 زائد 5 15، بعدين بتصير الاي 2. ضيف على المجموع القديم اللي هو 15 قيمة اي ار ار اوف 2 وهكذا لحد ما يخلص الجميع. هلا هون انا اوبشنال اللي احط بجنو اند للفور. هلا بس تخلص الفور، بس تخلص الفور شو بحكي له هون؟ ريتيرن رجع مين هو اللي حسبته انا؟ ريتيرن مين؟ اسا هلا لاحظ بس حطيت كلمه ريتيرن شو صار بالاحمر اللي تحت البيجن واند؟ راح. بقول واحد حلو حلو حلو، بقول له بقول ها طلع طلع عملت رن ها، بقول له يلا هاي طبعا الاري كلها اصفار، دخلت القيم مثلا واحد 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 وهي واحد، خمس وحدات قديش مجموعهم؟ خمسة. قول لي ها كبست انتر، ايه بس طبع لي الاري. طب ما طبع لي المجموع، شو بتجاوبوا؟ عشان ما استدعاه. ايوه كل ميثود بتكتبها لا تنفذ الا اذا ايش؟ الا اذا استدعيتها. فبقول لي واحد طيب حلو، فمعناته انا عرفت الاري قراتها طبعتها طبعتها قراتها طبعتها، هلا بدي اطبع مجموعها. طيب طلع شو بدي اسوي؟ هلا هون بدي اجي اكتب له سم سم اري،
طيب والواحد اوكي هلا هون ما راح يعترض الكمبيوتر، هذا اسمه لوجيكال ايرور. هلا لاحظوا جنب هاي الكلمه جنب هذا السطر اعطاني وارنينج، الوارنينج تنبيه وليس خطا، قال لك هذه الجمله راح ترجع قيمه، وانت ما بتتعامل مع بني ادم ذكي، انت بتتعامل مع جهاز بعيد عنكم دمب. شو يعني دمب بعيد عنكم؟ يعني غبي. والواحد طيب يعني هلا هاي عملت F6 عشان تفهموا، هاي دخلت القيم زي ما قلنا، ها هاي 10 10 10 10 هاي 10 قديش مجموعهم 50، رجع طبع. هلا فعليا انا استدعيت الميثود، استدعيت الميثود جمع، مش معرف الصنف في المين، هاي شو مش معرف الصنف المين. لا يا دكتور ما بدي اعرف الصنف المين، جمله الطباعه عملت مثل الطباعه برنت. ايوه هلا الريتيرنينج فاليو الفويد ميثود استدعيها باسمها مباشره، اللي كلهم ببلشوا مثلا قبل اسم الميثود void يعني ما بترجع إشي، تقدر تستدعيها باسمها مباشره. بينما الريتيرنينج فاليو زي هاي اللي بترجع قيمه، اللي بترجع قيمه اذا استدعيتها باسمها هذا خطا منطقي. ليش؟ لانه هو فعليا استدعى السم وجمعهم طلع معاه 50، بس يخلص هذا المقطع بيستبدل كل هذا المقطع ب 50، يعني هاي فعليا صارت زي كانك حكيت للكومبايلر رجع 50. طيب التعليمات جابت تقول له 50، هيك اجيت هيك انت مش شايفني ولا انا شايفك من قبل، اجيت هيك اول ما جا وجه بوجهك ولا 50، شو بتقول لي انت؟ شو ماله هذا؟ شو بده ايش 50؟ هلا هين الكمبيوتر صفر، قلت له 50، بقول لك شو مالك انت يا حبيب صاحي نايم يعني ولا ايش؟ الكمبيوتر دام. انا شو بقدر اسوي؟ في طريقتين طلعوا معي. في ناس بقول لك اذا الميثود نوعها ريتيرنينج فاليو، تقدر تيجي تحكي تعرف فاريبل سوري ايون دبل اسمه مثلا سم، واحد بيقول لي طب ما هناك في سم. هلا السم هذا تم تعريفه ضمن بيجن واند المين، السم اللي عرفته في الميثود هو يتبع للميثود، يعني انا ضمن الميثود بشوف السم تبع الميثود، ضمن المين بشوف السم تبع المين، يعني في عندي تو سمز، واحد ضمن بلوك المين وواحد ضمن بلوك الميثود. هلا هون بقول له الاري تبعتي اللي شوفوا عفوا الميثود تبعتي اللي هي سم اري، القيمه اللي بترجع منها مش هاي راح يستبدلها ب 50، يعني هاي راح تصير زي كانها منطقيا، بقول له السم يساوي قديش؟ 50. فالقيمه اللي رجعت من الميثود وين خزنتها؟ في فاريبل عندي شو اسمه؟ سم. هلا بقدر اجي احكي له هون مثلا اقول له كرساله توضيحيه هون سوري اشرب هاي، بقدر اجي اقول له system.out.println انه الاري سم يساوي حرفيا زي هيك، وهون اطبع الفاريبل ايش اسمه؟ سم. في واحد اذكى من هيك، هلا هذا الحل صحيح 100%. ها ها دا يدعم الرن، ها هي F6 عشان تشوف معي، ها هي 10 10 10 10 سوري، ها وهي كمان 10، خمس عشرات مجموعهم 50. فطبع الاري هيو، طبع الاري اخر شيء، بعدين اخر شيء شو قال لي؟ الري سم قديش؟ 50. هيو جمع. في واحد اذكى من هيك بقول لي انا، بقول له ايش؟ بقول لي ليش اكتب جملتين اعرف فاريبل وبعدين ارجع اطبعه؟ يعني عرفت فاريبل خزنت فيه المجموع ورجع طبعته، بقول له ولا؟ بقول لي انا بقدر استبدل هذا الكود. هلا انا بهمش هذا الكود، انا بحب دائما لما اكتب كود ما اشطبه، احتفظ فيه لانه ممكن اتراجع بعد فتره اقول لا خلي الكود القديم احسن. فتعودوها هاي القاعده، الكود اللي ما عجبك لا تشطبه همشه، هاي الكومنتس يعني ما راح ينفذ الكومبايلر. بقدر استبدل هدول الجملتين بجمله واحده، ايش هي؟ احكي له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، اقول له array سم مجموع عناصر الاري يساوي، وهون ما اعرف فاريبل انما هون استدعي سم اري احنا سميناها. فهلا لما يتم استدعاء الميثود اللي بترجع قيمه راح يرجع محلها 50، 50 ادمجها مع السلسله الحرفيه اللي اسمها اري سم واطبعها. الريتيرنينج فاليو ميثود ممكن تستدعيها انه لحظه استدعائها تخزن قيمتها في فاريبل او بمعادله زي اول مره، او ممكن تحطها مباشره بجمله طباعه. فلاحظ لما اعمل F6 ها هي دخلت 10 10 10 10 وهي كمان 10 هي 50، لاحظ شو طبع لي تحت؟ قال لي الاري سم يساوي قديش؟ 50. فهي الكولينج لها معي؟ فهمت علي شو الفكره؟ فدائما انت الاري او عفوا سوري صرت اخربط انا، الميثود تستقبل قيم وبترجع كم قيمه؟ واحده. الميثود ما بتقدر ترجع اكثر من قيمه الا قدام لما نصير ننشئ شيء اسمه بالاوبجكت اورينتد، ننشئ شيء اسمه اوبجكت، الاوبجكت هو مجموعه قيم
مختلفة في النوع، مش زي الأري متشابه في النوع، بس أقدر أرجع أوبجكت. الأوبجكت بقدر تحط فيه أكثر من قيمة مع بعض. يعني زي عندي أوبجكت لطالب إله رقم واسم ومدينة وجنس ومعدل وعلامات، بس بيكونوا كلهم محصورين بكتلة واحدة نسميها أوبجكت. في الطريقة التقليدية للاستراكشر بروجرامينج فاريبلز، فاريبل قيمة قيمة. إذا رجع عدة قيم بعملها أري. الأري أوريدي باس باي ريفرنس. باس باي ريفرنس يعني إذا عدل وهي في المين معرفة، عدلت عليها في ميثود أوريدي بتنعكس التعريفات على التعديلات على المين. بينما الفاريبل لا. تمام؟ ومنشوفها. طيب ثواني عشان أثبت الفكرة. انتبهوا معي للصيغة بحكيها. بدي تعمل لي ميثود عشان أثبت مبدأ الميثودز. بدي تعمل لي ميثود تحسب أفرج الأري وترجعه للمين يطبع. وبعدين درجع صيغة مرة تانية. طيب يعني تعالوا شوف معي. بدي ميثود طلع ها. بدي أعمل ميثود public عشان الكل يقدر يستدعيها. بما أني بالمين استاتيك، كل ميثود المين استاتيك. هاي بديش أكتب الميثود ده أسميها مثلاً AVG array. AVG array. هاي الميثود طلع شو بدي أحكي لك فيها. أنت بدك تملأ معي الفراغ. الميثود اسمها average array. يعني جيب لي معدل الرواتب. معدل الرواتب بدي الميثود شو تسوي؟ ترجع المعدل للمين يطبع. طيب فمعناته بتقول لي هاي الميثود ما عرفت الاري فيها، الاري عرفتها في المين، فعشان تشوف هاي الميثود لازم تستقبلها ضمنيا انا بدي اكون فاهمها. راح اقول هنا دبل دبل اي ار ار بهذا الشكل، يعني راح تستقبل يا ميثود من المين اري اسمها اي ار ار. طيب هل قلت لك الميثود بدها تطبع الافرج مباشره ولا ترجعه للمين يطبعه؟ بما انها تترجع للمين شو بحكي له هون؟ بتحط دبل. ايوه دبل. طبعا واحد بيقول لي ليش دبل؟ لانه اوريدي المعدل الاري اوريدي دبل، ولو كانت انتجر اي شيء ينتج عن قسمه هو على الاكيد ايش دائما؟ دبل. مين دي سال كان؟ طب لو قلت لك مثلا طلع اجين، لو قلت لك بدي هاي الميثود تحسب المعدل وتطبعه شو بتعدل على الكود؟ بحط فويد. ايوه لما قلت لك مش ترجعه ايش قلت لك؟ حطها تطبعه. يعني قلت لك خليها تحسب، بعد ما تحسب هي اللي تطبع مش المين يطبع، تعملها فويد. طب واحد بيسالني يقول لي مين الاحسن اعمل الميثود تبعتي فويد ولا ريتيرنينج؟ مين بيجاوبني الذكي منكم؟ ريتيرن دكتور، عشان تطبع تخلي كل جمله تطبع من المين. لا مش هيك المبدا. طب انت ايش هو ايش طلبه كان دكتور؟ طلبي كالتالي، أو تعال أورجيك إياه، تعال أورجيك شو الفرق بين لما تعملها void وبين لما تعملها return. هلا طبعا عشان لما بدك تشوف إيش جمل الطباعة كلها تكون واضحة كلها في المين. لا عشان هيك لا, لا 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 البرامج لما تكبر تقدرش تعمل تراك تتابع كل شيء وين موجود، لك تصير تتابع المقاطع المعنية. الأفضل تخلي كل كود بدك إياه موجود في مقطع معين، functionality هاي موجودة في هذا المكان. الطباعة مش بالضرورة دائما في المين، ممكن بدي طباعة بميثود، ممكن بدي طباعة مثلا زي ما راح نشوف كلاسات فايل مستقل وفايل تاني، اطبع هون ما اطبع شون، حر انا، انت ما بتجبرني على شيء. الذكي دائما انت بدك تجهز كودات الناس تعيد استخدامها، يعني تمشي كودك وتعيد استخدامه، لا تحصره انه دائما بس تطبع. الذكي اللي بده يجذب الناس اله، انا بتزودني بداتا وبعطيك داتا، انت حر. يعني ممكن انا مثلا على هذا المثال ممكن انا اقول لك احسب لي المجموع وانا حر، ممكن اطبع على الشاشه، ممكن لا يا عمي تبعته لداتا بيست تتخزن، ممكن تطلع على XML فايل. انت ليش تجبرني بس الناتج دائما طباعه؟ في مرات انت بنطلب منك انه اطبع او خزن على الهارد ديسك على داتا بيست او اطبع على برينتر او ابعته لموبايل، يعني من جهاز لجهاز كويب سيرفيس هاي بنسميها. المبرمج الذكي ما بلزم الناس. انا دائما مبدا في التصميم لاي واحد ذكي بفهم، انت بتقول انا بعمل مقطع كود، انت بتعطيني الداتا اللي بدك اياها، انا بعالج لك اياها وبرجع لك الناتج كداتا، وانت حر بدك تطبع اطبع، هاي اعطيتك داتا اطبعها خزنها ارقص معها، حر ما الي فيه. هيك الذكي بيشتغل. تعال اورجيك كيف. هلا هاي خليها void عشان اورجيك شو الفرق بين void والreturn. هاي بيجي انه هلا هاي الميثود فيش داعي اكتب فيها return، فيش داعي اكتب فيها return. ليش؟ لانه ايش حكيت نوعها void. void ما في ثواني ركزوا منيح معي. هلا واحد بيقول لي طب كيف تحسب معدل الاري؟ بقول لي بجمعهم again بجمعهم وبقسم على عددهم. طب بقول لي واحد يعني ارجع اكتب كود الجمع من اول وجديد؟ بقول له بصير بس هذا بعيد عنكم غباء. بقول لي واحد ليش؟ لانه اول ميزات جمعناها في اري غير
ثواني لا مش الصف هذا غيرها. تقدر نقدر نستخدم الميثود اللي فوق. يس إعادة الاستخدام. هلا أنا أوردي كتبت كود الجمع. هلا أرجع يعني في واحد شوفه اللي بقول هاي كود الجمع. كود هدول كوبي وبيست هاي أخذتهم هاي كوبي وحطهم هون. هاي صار عندي المجموع. صح. بس أنت أوردي هذا الكود كاتبه ليش ترجع تكتبه مرة تانية وتكبر حجم برنامجك؟ واللي ولا بقول له لا يا حبيبي. طلع كيف بدي أحل كل الكود بدل ما أكتب هاي وبعدين أجي أسوي. بعمل استرجاع. بعمل لا يا عمي طلع كيف بدي أكتبها. يا اجي اقول هون كل هذا الكود اللي انا كتبته بقول يا عمي بكل بساطه بكل بساطه شو بقدر اجي اقول بقول لك يا عمي كالتالي بدي اطبع مباشره فبقول لك سيستم دوت اوت بقول لك الاري الاري خليني احط انا يكون بدايه الكلمه كابيتال اري افريج يساوي بلس طلع شو بكتب هون بين قوسين طبعا واحد بيقول لي ليش بين قوسين تعال افهمك شغله مهمه هون هلا خلينا نكتب ونشوف مين منكم الذكي ولا لا اتذكر الكمبيوتر ما عنده بديهتك بدي اقول له هون سم استدعي لي المثل ليش اسمها سم اري شو هو المعدل شو هو المعدل المعدل هو المجموع على عددهم واحد بيقول اكتب خمسة صح صح بس هذا غباء ليش لانه اذا مديري قال لي بطل عندنا خمس موظفين صار عندنا 10 على اللينث يا دكتور ايوه 100% فشو بقول له هون لازم يكون شغلي دايناميك بنسميه كبرت الاري يكبر صغرت الاري يصغر لحاله مش قاعد ادور بالكود وين موجود الرقم هذا المبرمج الذكي هلا لاحظ هون الميزه الاساسيه للاري الاري انه العفوا للميثودز انه سوري للميثودز انه ايش بتقدر تسوي في الميثود تعيد استدعائها يعني كتبت الكود لمره واحده بعدين ايش رجعت استدعيته مره ثانيه مش استدعيته في المين يطبع المجموع هلا لما اجي احسب الافرج ايش داعي اكتب كود الجمع تبع الاري الميثود من اول وجديد خلاص ورج موجود بعيد استخدامه يعني رجع لي المجموع وقسمه على الـ ARR.length الـ ARR.length بتجيب لي خمسة المجموع تقسيم خمسة خلاص بطلع معي المعدل وبطبع الجهاز شفتوا شو ميزة الميثودز يعني واحد يقول لك يا عمي ليش أضلني أحط أعمل ميثودز خلاص خلينا أجمعهم كلهم في المين وأخلص هذا بعيد عنكم اسمه غباء الذكي الكود دائما بيلزمك اكثر من مره نفس الكود بنفس برنامجك بيلزمك مثلا 20 مره اكتبه 20 مره ولا اكتبه مره واستدعيه قد ما بدي دائما اكتبه مره واستدعيه قد ما بدك تعال هلا نشوف طلع هلا المفارقه هاي تعالوا بالله شوفوا معي هاي اعمل رن وغلطت غلط شنيع مين بيقول لي قبل ما اكمل طب ارجع فرجيني الكود عشان نعرف طيب دكتور انا حابب انا حابب تعمل ديبوج يمكن احسن اساس نتبع طيب مو راح ياخذ وقت كثير الديبوج بس ثواني هلا منطقيا كتبت ميثود هل هذه الميثود راح تتنفذ هيك لحالها انت ما اصلا ما استدعيت بالمين ايوه يعني هلا هاي طلعها مثلا 10 20 30 40 هاي 50 هاي دخلت الاري طبع لي الاري وطبع لي مجموعها بس ما طبع لي الافريج ليش لانه انت كتبت ميثود نعم بس الغلط اللي وقعت فيه انه ما استدعيتها فانا بالتسلسل برجع عندي المين هاي المين احجز الاري اطبعها ارجع عبيها ارجع اطبع الاري اطبع لي المجموع هلا هون بدي اطبع الافرج هلا هاي الميثود نوعها void هل بناديها بجمله طباعه ولا بناديها باسمها لا باسمها لان ما راح ترجع فاليو فهون بقول له AVGRARR بينما اللي فوق لانها بترجع فاليو بقدرش اناديها باسمها مباشره لازم احطها بمعادله او احطها بجمله طباعه فلاحظ هلا ها هي السته هي مثلا قلت له هي خليني احط المؤشر هون هي 10 مثلا 20 30 40 هي 50 هذول مجموعهم 150 150 تقسيم 5 30 طيب معي لحد هون دكتور حتى ميثود الريتيرن اذا عملت فيها جمله طباعه مش صح بطبعها لا ويستد شو يعني ايش اجي احكي له هون اقول له هيك يعني لا في الميثود نفسها برنت لاين هيك اجي اقول له هاي لا انا قصدي على الميثود اللي فيها شو اسمه ريتيرن اللي هي تبعت البابليك ستاتيك دبل اللي هي هاي تبعت السم تبعت السم طب هاي لو حطيت حلو. فيها جواها جمله طباعه مش صح بطبعها وقف هيك انت حكيتها يا عمر تعال اورجيك هلا لو اجى زي ما حكى زميلكم عمر قال يا عمي بدناش اياها ترجع قيمه خلص نعملها void بقول له وبقول اللي بدي اجي هون اقول له system.out.println مثلا array sum يساوي بلس هون قسم هيك بده عمر صح 100% فبالتالي طلع انا بس شو سرق لا ثاني صغير طلع شو خسرت هلا بدي اناديها هون
بديش اطبعها فيلمين يا عمي، انا بدي اطبعها فيلمين. فانا شو بقول له؟ سم ايش؟ سم قريب. طيب هلا هون بما اني عملتها void راح يطبع لي المجموع، بس لما اجي احسب المعدل ما راح يستدعيها، ما راح يقدر يستدعيها. اللي هاي طلع، ها هاي راح احط لكم عليها، بقول لك في الجافا بقول لك هاي الميثود نوعها void، يعني القيمه اللي حسبتها جوا الميثود ما بتقدر، ما بقدرش ارجعها. ما بقدر ارجعها. شفتوا شو ميزه الريتيرنينج فاليو؟ اللي هو قلت لك انت لا تجبر الناس انه الناتج تبعك بس دائما طباعه. طب كان الرقم اللي بتطلع بدي اخذه مثلا لمعالجات تانية، بدي اطلعه اخزنه في الداتابيس، بدي ابعته لاوبجكت تاني، بدي ابعته كويب سيرفيس. انت هيك بما انك خليتني بس اطبع في الميثود، معناته بس هاي الميثود بتطبع، ما بتعطي خيارات للناس انه ترجع تاخذ هاي الداتا اللي انت حسبتها وتستخدمها بمكان تاني. فدائما مين الاحسن لما يترك الخيار لك؟ لا تعملها void، دائما ايش اعملها؟ return. انت من انا بعملها void لما يكون مطلوب مني غصب عني بدي اسويها void، هيك طالبين مني خلاص بسويها void. بس انا دائما اي شيء بحسبه برجعه كvalue. إذا بده يطبعه هو بيطبعه، إذا بده يدخله بمعادلات يدخله بمعادلات، بده يخزنه في الداتا بيس يخزنه، يرقص معاه يرقص معاه حر. دائما الأحسن ترجعها كفاليو. بس الفويد ما بقدر استدعيها غير بس في المين صح؟ لا بتستدعيها بالميثود الثاني. بس هلا هون لو استدعيتها هون، يعني لو جيت حكيت له هاي، هلا هاي عملية رياضية، هاي عملية ايش؟ رياضية. فأنت اجيت قلت له اطبع افرج يساوي، بطبعها حرفيا، بيجي لهذا المقطع. هذا المقطع راح يطبع راح يرجع كلمة السم يساوي 150. فأنت قلت له كسترينج السم يساوي 150 تقسيم 5، فمباشرة بقول لك إيه غلط. إيش الغلط؟ إنه أنت بتحكي الجملة 100 السم يساوي 150 تقسيم 5، أنت بتقول للكمبيوتر قسم كلمة أو جملة سم يساوي 50 تقسيم 5. شو بقول لك الكمبيوتر؟ إيرور. فهمتوا علي؟ صحيح. فالصح الصح انه تيجي هون، هاي اجي على هاي هون احكي له لا يا عمي، هاي خليها كلمه ريتيرن، ريتيرن ايش؟ سم، ترجع كفاليو. وهذا تكون هنا ايش؟ دبل، تمام. وهذا تكون هنا في المين لما ناديها بدي اقول له هاي، هاي خليني اخذها على السريع هيك على الكوبي، بدي اقول له هاي هون وسكر القوسين. ريتيرن فاليو هي الاصح. يعني المفروض لو انا مثلا هلا انا بشتغل براحتي ما حدا بقول لي كيف اشتغل، الافرج ما بطبعه في الميثود، انما شو بعمله؟ يرجع قيمه الافرج وبالمين اطبعه زي ما بدك، او باي ميثود ثاني، او باي ميثود ايش ثاني. معي لحد هون يا شباب؟ تمام. دكتور ممكن سؤال؟ اسال. معك دكتور. هلا لو انت لو ظلت void كيف بقدر، شو الحل انه احطها في الافرج ولا ما في حل؟ ما في. لازم ترجع قيمه. مقطع الكود هذا له بيجن واند، هو طالما انت بيجن واند الميثود بتقدر تستخدم الداتا تبعتك. اذا خلص البيجن والاند هاي وما كنت مرجعها خلاص راحت الداتا، ما حدا ثاني بيقدر يشوف. تمام. فدائما اذا بدي داتا اعيد استخدامها ما بعملها void، بعملها returning value على اساس اقدر استخدمها بمقاطع ثانيه. فهمنا يعني شو؟ تمام. هلا هاي انا قاعد بمشي شوي شوي، يعني انا لاحظوا قاعد براجع معاكم اللي هي جافا 1 مبادئ البرمجه، هاي مش ضمن مادتنا بس قاعد براجعها عشان اثبت فكره، عشان لما نبلش في الاوبجكت اورينتد نكون فاهمين شو يعني فاريبلز، شو يعني اري، تذكرت الفور، تذكرت الاف، تذكرت الواي، الشغلات هاي كلها تذكرت. تمام. او الساعه 3 الا ربع. طيب في اسئله؟ راح احكي لحد هون. في اسئله يا شباب؟ دكتور بس بدي البرنامج انا فقاعد بكتب فيه ما لحقتش، مش عارف هل ممكن تنزلنا يا نص ولا تعطينا مجال نكتب؟ حاضر. هلا بس اجي ارفع المحاضره، ببعث لكم المشروع كامل، راح ابعته مضغوط كملف ونرار، لانه المشروع مش فايل، بيكون عده فايلات وفولدرات زي ما راح نشوف لقدام. فببعث لكم، بصير احط لكم اللي هو مثال الماده اللي هو اللي احنا حطيناه، بحط لكم اللينك على جوجل درايف، بتعمل له داونلود، بتعرف تعمل له داونلود انتو من جوجل درايف، بتكبس على اللينك بتقول له داونلود، بنزل ملف مضغوط عشان تفتحه. لازم ايش تسوي؟ فك ضغط، نفرط الملف وبتفتحه على الجافا كمشروع، كيف انا فتحته ببدايه المحاضره نفس الشيء. تمام. خلينا اكتفي لحد هون، هاي ستوب شير، بس خلينا اخذ حضور غياب، وقف التسجيل. ايوه.